قالت الدكتورة داليا هندي عضو أمانة المرأة المركزية عن حزب مصر أكتوبر إن هناك تزايد في حالات الطلاق. وأضافت خلال مشاركتها بجلسات الحوار الوطني أنه تم التوصل لتوصيات لدعم التماسك المجتمعي ومنع ازدياد حالات الطلاق. كان لينا توصيات وكان لينا بعض الملاحظات، منها ان احنا نمنع المشكله قبل ما تبتدي. زي مثلا احنا كان لينا توصيه ان احنا كحزب مصر اكتوبر وصينا ان وزاره التربيه والتعليم ووزاره البحث العلمي ان هي تعمل ماده تدرس للتماسك المجتمعي، نعرف المراهقين، نعرف الشباب ازاي يتعاملوا، ازاي الزوج يعامل الزوجه، نوع انواع المسؤوليه. النقطه الاخرى ان يعني العقد شريعه المتعاقدين، وهي خاصه بعقد الزواج نفسه. عقد الزواج نفسه ممكن الزوج او الزوجه يكتبوا التفاصيل بتاعتهم البسيطه دي، وبعد كده لما حد فيهم يخل بالاطراف يبقى العقد لاغي او يتم التطبيق مع الاحتفاظ بكافه الحقوق حقوق الطرفين. النقطه الثانيه وهي نقطه تخص كل ام مصريه وهي النفقه، ان هي عقوبتها حبس شهر. طيب في ازواج كتيره جدا بيتعمدوا عدم دفع النفقه، لا احنا عايزين نغلظ العقوبه دي لمن يثبت ان هو بيتعمد عدم دفع النفقه.